السلام عليكم أصدقائي وتحية طيبة. معكم الآن الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بالإلحاد والملحدين وضرورة تشجيع الإلحاد والملحدين. قلت في الحلقة السابقة بأننا بحاجة إلى وجود الإلحاد والملحدين في مجتمعاتنا، ويجب أن لا نقاومهم ونتصدى لهم بطريقة عنيفة أو بأي شكل من الأشكال. مجرد أن نتقبلهم ليس من باب الرأي والرأي الآخر، لا، إنما من أبواب أخرى راح أوضحها بالفيديو. أولاً أقول أن هؤلاء موجودون الآن، ولم يعد وجودهم أمرا قابلا لأن نكتمه أو نتستر عليه أو نقاومه. هذه ظاهرة موجودة في العالم كله الآن. لا، لماذا؟ لأن الآن أصبح العالم مفتوح، أكو حرية تبادل المعلومات، تبادل الأفكار وتبادل الآراء. وهذا طبعا ليس يعني هذا يولد مو مجرد اطلاع أكثر، لا، يولد ردود أفعال أكثر ويولد تنوع أكبر، وهذا شيء إيجابي في المجتمعات البشرية. بالتالي هذا الأمر راح يتطلب من أدنى أن نغير وجهات نظرنا ونحاول أن نطلع من عالم التطرف والتعصب لأفكارنا. لم تعد الأفكار مسألة مرتبطة بالكرامة أو بالخصوصية أو بالنزعة القومية أو النعرة القومية أو الدينية ولا بالمقدسات، لا، هي أفكار الآن أصبح العالم بأكمله حقل مفتوح للأفكار التي تجد هنا أفكار تزرع في هذه المنطقة وتنشر وتؤدي إلى مجتمعات متقدمة، هناك تزرع أو تستثمر أفكار وتؤدي إلى كوارث وحروب أو بيئة ومشاكل وتلوث. والأفكار الآن هي العصب الرئيسي للحياة، وعلينا أن نؤمن بأن هذه الأفكار مهما كانت علينا تقبل وجودها وعدم يعني التجبجب، كما يقول بالعراقي نجبجب من أي فكرة. لا، أقول حتى لو أقرب الناس إليك، ابنك، أختك، أمك، خالتك، عمتك، خلي أقرب الناس، خلي ما دام يفكر دعه، على قولة الأمريكان دعه يمر، يعني مو قضية العمل. الآن هنا مشكلتنا الأساسية في حياتي الأفكار. أولا قلت أنه لماذا أشجع على هذا الموضوع، أن أقول أن هؤلاء موجودين ويزداد عددهم يوما بعد آخر. ثانيا، أن الدين وأصحابه ما قدموا نموذج مشرف، وهذا راح أوضح أكثر. ثالثا، أن الدين وأصحابه كانوا عقبة أمام أي تغيير طوال التاريخ، وحان الوقت أن يقدموا صورة أخرى. هذا يعني مسألة مشروعة أعتقد، ولا يستطيعون الفرار منها. رابعا، أن وجود الملحدين أو المعارضين بشكل أو بآخر راح يوفرون المنافس الفكري والمنافس المعترض والمنابز، والذي يقدم تصورات وأفكار تحرض على التفكير وتنشر الحيوية بالمجتمع والتفاعل الخلاق. هذا اللي حدث طبعا مع المسيحية، عندما المسيحية حدث طبعا رغم عنها، لكن بالنتيجة شوفوا الآن المسيحية أكثر انفتاحا، والفاتيكان الآن حتى نظرية التطور اعترف بها ورغم كل شيء، ووصل يعني الدين سمح كما يقول المتدينون. فلماذا؟ ما الضير؟ يعني ما هذا التعطش للسلطة وتحويل الدين إلى قضية انفعالية وقضية لها علاقة بالكرامة ما يحتاج. خامسا، إن إذا تصورنا هذا الأمر ما راح تكون هناك خسائر، فلن يتضرر الدين من هذا الأمر، وبالعكس أنا أعتقد راح يزداد عدد، يعني حتى لو ازداد عدد الملحدين فما راح يكون يوصل إلى حد ينافس عدد المتدينين، لأن كما يقول أهل الدين أن الدين هو حاجة أساسية للإنسان ولا يمكن الاستعراض عنه. سادسا، العفو تقل المشاكل يعني، والناس تعيش في أجواء صحية كما ذكرت هذا، وهذا أمر ما يضير الدين، يعني المفروض يعني بالعكس هو واحدة من أهداف الدين، من يعني هو الدين يدعو للعمل الصالح ولا يدعو لإقامة المجتمعات الآمنة السعيدة يعني ما بغض النظر عن المؤمنة، بس هي مجتمعات متفاهمة متسامحة متصالحة. أليس هذا هو الدين أم أنني أنا غلطان؟ يعني هذا مو الدين، دين قتال وقتل وذبح وصلخ وجلد، يعني ما أعرف إلا إذا كان هي، فيبدو أن يجب أن يصححوا لي خطأي. سابعا، الإلحاد بالضرورة مو كل سيء، يعني هو مفيد ايضا، وماكو شيء طبعا لا يمكن ان احنا نجزم بانه اكو هنالك شيء سيء 100%، هذا افتراض متعسف، والمن يدعي هو يعني يمتلك شخصيه عدوانيه وشخصيه متعصبه ويرفض وجود الاخر ايا كان، هو موجود يعني تمدد تنفيه، هو موجود شو يسوي له. المهم اقول بناء على هاي المقدمه سبعه فقرات، اقول ان الانسان ابن الارض، وهو سيبقى مقيما على هذه الأرض ولن يغادر هذه الأرض إلى مكان آخر، وبالتالي علينا كنا كأبناء جلدة واحدة أو أبناء جنس بشري واحد، علينا أن نركز جهودنا بأكمل كلنا على التعاون والتفاهم فيما بيننا، أن
نبتعد قليلا عن كل ما هو متعالي ومقدس ودون حرج، يعني اي شيء متعالي مقدس نعتبره خاص بنا، اما تراث المتعالي المتقدس برايي وبدون زعل ما يستحق الا ان نرميه باقرب مكان، اقرب متحف نضعه بالمتاحف وينتهي الموضوع. هو فعلا راح النتيجه راح تكون هكذا. الان اين اديان الفراعنه والسومريين والبابليين والصينيين القدماء وكلها انتهت راحت، يعني لا يفتخر الواحد انا يقول لك انا الدين مالته عمره 1000 1500 سنه، الدين الفرعوني بقى 3000 سنه وهكذا، يعني ما بالعكس الاجيال البدائيه عمرها 100000 سنه، يعني مو بالقضيه، لكن الان عجله التاريخ تتحرك بسرعه وعلينا ان نعي ان المساله لم تعد هزلا او مساله ممكن تغاضي عنها وتاجيلها، لا اللي يتأجلها راح يدفع ثمنها هو واولاده وعائلته ومجتمعه وبلده والانسانيه باكملها. فعلينا ان نعي انه هالمساله خليه يحلها بطريقه او باخرى، بس المهم المبدا الاساسي ان يدع الافكار يدع يعني يفتح ابواب الافكار على مصراعيها ويتقبل كل الافكار ويفصلها عن يعني يفصل بين الفكره وبين صاحبها. وحتى لا تسقط بعد ذلك فهم احرار، ما دام انت فكرتك محتفظ بها بنفسك هو محتفظ بها. فهذا الامر اعتقد اسلم بغض النظر عن انه انت مقتنع بهذا الكلام او ما مقتنع، بس هو هذا الحل الاسلم لكل المشاكل ولكل الاراء ولكل الافكار وكل الاعتراضات. فهذا الحل السليم اللي يخلي الجميع متواجدين وعايشين في خير وسلام. السؤال الان هذا اللي اقوله، هل هو ممكن؟ هل ممكن ان يحصل؟ يعني هل ممكن ان ندع الملحدين يتحركون بحريتهم؟ ويفكرون ويطرحون آراءهم ويقيمون ندواتهم ومؤتمراتهم وحالهم على أي شيء آخر، يعني ما في له مشكلة يعني، بس هذا ممكن أعتقد ضمن هذا الواقع اللي نعيشه، هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن نكون مثلا أيضا بالمقابل يعني ممكن أن نكون ضد العلمانية المتطرفة؟ أيضا أكو علمانية متطرفة، لكن لابد أن نقول بأن العلمانية المتطرفة هي أيضا مفيدة بجانب من جوانبها لكبح جماعة الدين، ولولا هذا التطرف لما كان ممكن ان يتم انقاذ الدوله الحديثه وتطور العلوم وتطور المجتمعات في الغرب وبالعالم باكمل عدد العالم الاسلامي. هذا العلمانيه قدمت منجز هائل رغم انه اكو تطرف بها ورغم انه بعضهم يعني راحوا زايد انه قدموا العلمانيه وقدموا الحداثه، لكن سرقوا او منع لم يمنحوا الحريه معها، فكانت النتيجه امثال يعني امثال هتلر وامثال موسوليني وامثال ستالين. لماذا؟ هؤلاء كانوا يعتبر اتبعوا طريق الحداثه والتحديث لكنهم لم يقروا بحقوق الانسان. والبعض هنا ايضا بعض المتدينين عندما يرفعون شعار بان العلمانيين هم سبب الخراب وسبب، ما عندنا علمانيين في المجتمعات العربيه ولا عندنا حزب علماني واحد، اتحدى واحد يذكر لي اسم لحزب اسمه الحزب العلماني، ما موجود عندنا اصلا، ما موجود. اكو اشخاص عندهم رغبات وعندهم دوافع علمانيه، وحتى اذا افترضنا مثلا حافظ الاسد او صدام حسين او عبد الناصر هم علمانيين، فهم يعني ما قدموا نموذج علماني، يعني وحتى اذا كانوا هم علمانيين فهم ايضا ما قدموا شروط علمانيه، ما وفروا ابسط شروط اللي هي النشر الديمقراطيه والحريات حريه التعبير، وهاي ما يعني ما وفروها مثل حالهم حال ستالين وحالهم حال موسوليني وهتلر. الامر المهم علينا ان نعي بان الطغيان الديني امر مرفوض، يعني ما عاد ممكن ان تطغى على الناس دينيا وترفع شعار انك تتحدث باسم الاله ولديك الايه الفلانيه وتقصي وتصوت بها ظهور الناس وتعاقبهم وتعذبهم وتقتلهم. هذا ما عادت شرعيه ولا يمكن ان انت مع ضميرك ان تقتنع بهذه الفكره. ممكن ان كانوا الدواعش يقتلون بضمير مرتاح وانهم يحققون اراده الله وقرار يعني احكام الله، لكن الان ما عاد هذا ممكن، ما عاد ممكن ان تؤمن بانك من حقك ان تقتل شخص فقط لانه لا يؤمن بما تؤمن انت. هذا شيء اصبح مؤيب ومخزي، وعلينا ان نعي هذه المساله بشكل دقيق و يعني بشكل علينا ان نتحملها، يعني خاصه المتدين اللي معتز بتدينه عليه ان يتحمل هذه المساله لصالحه اولا قبل ان تكون لصالح الاخرين، لصالح مجتمعه ايضا، لصالح مستقبله هو ايضا. ايضا افتراض هنالك افتراض انه ان الدين ثابت ولا يتغير وانه الثوابت والثوابت، فهذا الشيء ما موجود، ماكو شيء اسمه دين ثابت. حتى الدين الاسلامي شنو دين؟ الدين ما نزل من السماء، الدين هذا وضع عشرات الفقهاء واشتغلوا ومكافحه واصلا ناضلوا من اجل ان يضعون هذا الدين. ما الدين الاسلامي ما اجى باركان وبفرائض وبكذا، به اكو اقوال وحديث والاخر
لكن بعد ذلك طلعت يعني صار علوم كاملة بالعلوم يعني الخاصة بالفقه، علوم الأصول الفقه، علوم العقيدة، علوم القرآن، التفسير، الحديث، الرجال والجرح والتعديل وكثير من التفاصيل. فهذه كلها ما يعني ما جت اليوم نزل شوي القرآن، ما كنت حاجة. فعلينا هذا كله، وبالعكس عندما تراجعون الأقوال الأساسية لأصول الدين والأركان بالإمكان كلها تتغير بسهولة. كل هاي الأشياء اللي تعتبر الآن راسخة وتعتقدوها هي كان مجرد مراجعة، وممكن يعني أنا عندي أذكر مصدر أو أحد أضيفه بالتعليقات، تقرون بأشياء يعني ما لا يقول لا تسمعونها في المساجد ولا في المنابر ولا حتى باليوتيوب، قليل يتحدثون بها وقليل الناس ينتبه لها. علينا أن ننتبه لأن هذا الدين الموجود مو ثابت يا أخوان، وليس صلد، يعني هذا الإسلام الصلد اللي أنه صار متين، الإسلام متين، بالعكس هذا شيء سيء. انه شنو الاسلام متين؟ انت عندما تحبط عن ان دينك متين هذا شيء سيء، هذا معناته هذا المتين. وشنو المتين يعني؟ يعني هذا شيء لا 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 يستوعب العالم، العالم يتطلب مرونه، يتطلب تفاهم، يتطلب تسامح، يتطلب فلكسبيليتي. يعني مو انت فرحان انت متين؟ هذا لا، هذا شيء معيب. كذلك قلت انه الالمانيه لها فوائدها بكبح جماح الاديان، في كبح جماح الاديان، بس وقلت انه ايضا يعني الدين ايضا مفيد لكبح العلمانيه، والعلمانيه مفيد لكبح جماح الدين ايضا، يعني عمليه متبادله، لا اخسر شيء على شيء. وهذا يعني هذا شيء لازم لابد ان نكون منصفين بهذا الامر. حتى نوضح ليش نتحدث بهذه الطريقه، اقول انه يعني احنا امامنا نشوف يوميا انه عظمه اوروبا وانتصاراتها العلميه كلها كانت نتيجه ماذا؟ نتيجه وقوف المثقفين بوجه الدين، الدين الشائع او الدين الحاكم او المهيمن في زمنهم. يعني مو بالضروره، انا ما اكو فرق، لازم فرق بين الدين اللي يؤمن به الناس في قلوبهم وحياتهم البسيطه دول الناس العاديين، لكن هذا الدين المؤسسات اللي هو هذا الدين، وهذا يرفض اي تغيير ودائما يحاول على مكاسبه ويرفض اي محاوله للتعرض الى او مراجعه افكاره. وهذا هو هذا الدين المتين اللي حكيت عنه، النموذج السيء للدين هو الدين المتين. الدين المشمولي هاي مشكلته، هو يعني هو دين استبدادي ويحاول دائما يطبع شكل حياته ويضع كل شيء في فضاء الخاص، وهذا الفضاء عادة يكره التغيير، بينما يرفض أي شيء ما ينتمي له، يعني يلفظه، يعني مثلا هو الدين يرفض المجتمع، يرفض الاجتماع، بس لصالح من؟ لصالح الجماعة ولصالح القطيع. وأكو تسمية موجودة، الملة والجماعة والجامع والكنيس والكنيسة، هاي كل أسماء لحلقة المؤمنين. التفكير الورع والحياة الدينية التقية والمؤمنة مصيرها ومصير كل شيء، هي هاي عالم الدين، هو هذا اللي قادنا إلى ما نحن فيه الآن من طغيان والسيطرة والهيمنة على النفوس والعقول. لازم نعترف العقول هاي اللي كان يرفضها رجال الدين والدين باسم الدين ويدمرها، وهم هي اللي هاي العقول هي اللي صنعت الحضارة، وهي جميع منجزات البشر الآن اللي احنا الآن الآن اتواصل وياكم، هاي آلات هاي من اخترعها، رغم أنف الدين تحققت او رجال الدين. يعني من هنا ادعو جميع المتدينين الى الاستماع لدعاة التنوير والحداثة والتقدم، لن يضيعهم شيء برأيي. البشرية كلها الآن باتت تفتخر بهذه الإنجازات، لابد أن يكون المتدين متواضع، يعني هو الدين يدعو للتواضع، لكن بالحقيقة لا، الدين مغرور جدا بنفسه ويعتقد أنه كل واحد أنه هو الدين الصحيح وهو الأول والآخر وكل آخر غلط. هذا أكو أكبر من هذا، أكو أكبر من هذا الوهم، أكو أكبر من هذا الغرور والأنجهية والطغيان، ما أكو أكثر من هذا. فصراحة يا أخي نكون مواجهين أنفسنا، خل نزيه العاطفة على جنب شوية ونحاول أن نكتشف ذاتنا ونكتشف ديننا ونكتشف حياتنا ونكتشف أفكارنا ونكتشف يعني معارفنا، نعيد النظر في معارفنا وأسس هاي المعارف. لا بس يعني لا يعني ما راح يصير مشكلة إذا تركنا العقول تفكر وحرية تامة، وهي طبعا بالتأكيد راح ليها العقول، يعني هي الواحدة قادرة أن تنتقد نفسها وتطورها ما دام تلك الحرية، فماكو ضير. يعني حتى لو أخطأ راح يصلح خطأه وأكو آخرين راح يصلحوا له، ما دام أكو انفتاح وأكو حرية وأكو عقل مفتوح ومنفتح، أوتوماتيكيا راح يتحقق التطور المشهود والمستقبل المنشود. وهذا طبعا راح ضمن ما ضمانه، والله اللي ضمنه هو الحريه تداول الافكار، الحريه الفكريه. احنا بعد ما نرفع حاله الغيبي او المقدس او الالهي من افق الحياه العامه راح تحقق كل هاي الاشياء، كل شيء يصير سهل فورا، كل شيء يصير سهل ولين وحلو ولطيف، والناس بيناتهم يصيرون متحابين ومتفاهمين وماكو اي مشاكل. تعالوا شوفوا الحياه في اوروبا، بلدان مثل اسكندنافيا خاصه،
شو الحياة سهلة من أسهل، مستحيل تشوف اثنين يصايحون البنات، مستحيل تشوف اثنين يتعاركون إلا في أماكن خاصة جدا و يعني موبوءة وما حد يوصلها، فما تشوفون هذا الشيء على الإطلاق، ما تشوفون اثنين يتعاركون، ماكو داعي، ماكو مشاكل بيناتهم، اكو كل واحد له حقوقه وكذا، واذا تصير مشكله يحلوها فورا وانتهى، واكو اكو ناس يقفون لمساعدته، واكو اجهزه خاصه لحل اي مشكله، حتى نفهم ليش التنوير طريقه صعبه، لان تاريخه ما زال قصير جدا، بعده وليد صغير يعني، لهذا السبب حتى اللي يلوم انه التنوير ويشن على التنوير، علي ان يتذكر انه عمره مو اكثر من 200 سنه، يعني مو صار له مثل الدين صار له 100,000 سنه، فهذا تفكير مو صحيح. يعني هذه يعني حتى الناس اللي تبنوا التنوير هم ما زالوا محملين بهذا الطابع الديني، وما زالوا محملين بالروح الدينية القطعية التي تبحث دائما عن قطيع، هؤلاء هم اللي أجبروا الناس على أن يسلكون سلوك القطيع. كما قلت أن النفس الديني القطيعي ما زال يجد له منافذ للحضور في كل شيء بشري، وهذا طبعا شيء معقول كما قلت، لأنه إذا ما ذكرنا البشرية عاشت مليون عام تقريبا مع بطريقة دينية من أيام العصر الحجري والحديدي القديم، هؤلاء عاشوا على بشكل جماعات متحاربة ومتنافسة، بينما ما يبلغ عمر التنوير أكثر من قرنين أو 3 قرون. يعني كما ذكرت أنه الأغلبية ظن بأن الدين نازل من السماء، وأنا أرى العكس تماما، الدين قادم من تحتنا، بل بالعكس قادم من قعر الجحيم الأرضي، وهذا اللي دفعنا نحو اليابسة كما تندفع حمم البراكين. هذه الحمم هي اللي كانت سماد خصب جدا خصب للنباتات وعجينة من الصلصال، أدت بالنتيجة إلى ظهور المعجزة البشرية. هذا يفسر أيضا لماذا كان الجانب الأكبر من أي عقيدة دينية هو الجانب الشيطاني وليس الجانب الإلهي. علينا أن نعترف الجانب الشيطاني كان حضوره طاغي على الأديان، وهذا طبيعي لأن هو لأن الأديان البشرية من أين تأتي؟ هي طبعا شيء بشيء يذكر يعني، فبالتالي هذا هو اللي يعني دعا أو جعل فيضان العنف يتفجر من جوهر الدين دائما، وبحيث لا يمكن لأي سدود أرضية أو معرفية عقلية مواجهته. طبعا وهذا عنف بشري طبيعي، هو الإنسان كائن يعني يبقى كائن، هو بيولوجي كائن يعني داخل نسعة غريزية للعنف وممارسة القوة ضد الآخرين. طبعا هذا ما يعني لا يعني أن هذا الكلام اتهام الدين بأنه هو مصدر العنف الرئيسي، لا، هو الإنسان نفسه، لأنه الإنسان هو اللي صنع هذا الدين، ومثل ما صنع الفؤوس وصنع السيوف والرماح هو صنع الدين أيضا، لأنه نفس العملية كان يحتاج أسلحة مادية وأسلحة قطعية إذا صح التسمية. الشكل السمح هذا للدين الطيب اللطيف يعني هذا مجرد غطاء لحقيقة الدين القطعية، واللي يدعو إلى تشكيل قطعان والرعية، والتي يقودها راعي في حظيرة، والراعي دائما يحافظ على هاي الرعية في حظيرة الدين. هاي أسماء مو من عندي، هي الدين مصطلحات دينية هاي، وحتى بالمسيحية نفس الشيء، وهذا كله ضروري، هاي الفعل الديني أو النزعة الدينية ضرورية، لأن هذه راح تخليه يأمل باتجاه، أولا لإقناع المسلمين أو المؤمنين، أنا ما أتحدث عن الدين بشكل عام، أولا لإقناع المؤمنين بأن عنف دينهم موجه للخارج فقط، أي الغرباء أو ما يسمون من يسمون بالكفرة، وثانيا يقدم صورة مزيفة ودعائية عن الدين وأصحابه، واللي هم مجرد جنود في معركة أبدية ما تنتهي من أجل المحافظة على القطيع أو الدين. يعني راجعوا في فيديو سابق أنا كتبت فيه عن أن الدين هو القطيع في فيديو المجتمع الظاهر الدينية، ويعني البحث الأساسي حول مفهوم الدين وأصل الدين. هذا طبعا يتضح هذا الكلام كما قلت، معركة الدين دائما مع القطيعية ضد الآخرين تتضح في أي نقاش مع أي متدين، فهو يضع دائما في ذهنه ماذا؟ يضع دائما في ذهنه فكرة أن ينتصر عليك، أي تماس مع الآخر دائما تجد في داخله جوهر حركته بيكملها أو هدفه أو الجول مالته أن ينتصر في أي تماس مع الآخر، المختلف فقط هو في أسلوب القتال. ومن هنا يعني تجد مثلا أحدهم يستعمل لسانه سلاح فيشتم ويتهم، بينما اكو اخر تلقى عقله يعني يستخدم عقله ما يستخدم لسانه لتدمير حجه الخصوم، واكل واحد طريقته طبعا. وبين هذول وهذول، بين جماعه اللسان وجماعه العقل، بين جماعه حمله سيوف الجهاد، هؤلاء لا يفكرون ولا يفتحون فمهم، هم يقطعون رؤوس فورا يعني بدون نقاش على طريقه داعش، وكل ما
والله مهرجان هكذا اكلها لجان شموليه. هذا يخلينا يدعونا الى وضع قواعد للنقاش. العصر اختلف وما عاد هذه الطريقه القديمه، ما زالت موجوده بداخلنا ونتربى عليها، هاي ما عادت مفيده وعلينا ان نضع قواعد جديده للنقاش على حد تعبير هابرماس. والهدف من هذه القواعد للنقاش مو الانتصار، يعني المشاركين ينتصرون على بعضهم، بل الحوار هكذا ببساطة، مجرد الحوار اللي يجري بيناتنا. يعني بالحقيقة حاليا هو مو حوار، هذا جدال، هذا ما يتم حول دائرة أو طاولة دائرية، إنما يتم كأنما في ساحة معركة، وهذا مو صحيح. يعني أتوقع إذا واحد يسمع الآن أكيد راح يسب، راح يستخدم هاي الطرق الثلاثة، أما سب وشتم أو يناورني بالجدال أو يستخدم القتل إلى صحة إلى نال يعني، فما ما يحتاج، يعني كل هذا ما يحتاج، انت ايش راح تحصل له؟ عليك ان تواجه الحقائق كما هي. هذا يؤكد الجانب، يعني السؤال هو وين، اقول لك هسه حتى السؤال حتى لا اضيع من عندي الفكره، السؤال لماذا الحوار حول الدين الان او دائما يميل او يميل الى ان يصبح معركه؟ الجواب يعني انا اقول لك هو هذا، يعني هذا السؤال اصلا يتضمن يعني او يؤكد الجانب الشيطاني اللي تحدثنا عنه للدين. الدين يتحرك بقوه الوهم، مو هو الوحده، هو المؤمنين به، وهذا هم اللي يخليهم دائما يوصلون الى طريق مزلول. وكان الحل الديني لهذه المشكله ان يسلكون طريق دائري او تكرار. فماذا يفعلون؟ يدمرون الواقع ويعملون على الغائه والاستعاضه عنه. ماذا؟ استعاضه عنه بواقع وهمي. هذا اللي انا اسميه عالم التثبيت او الرحم الاول. مارسي الياد يسميه المقدس او الكيان المقدس. أكو هيك أيضا صاحب التعديدية الدينية يسميه الكيان الأساسي، وأسماء كثيرة، لكن أنا أقول أيضا روسو أدت مصطلح إليه وهكذا، لكن أنا أسميه عالم التثبيت، وأعتبر هذا يحل كثير مشاكل. وهذا عالم الرحم الأول هو يعني هذا العالم التثبيت هو تدور حول كل الأجرام التي تتعلق بالدين، ومنها مدارات، في مدارات متعددة، يعني شلون الإلكترون والذرة، فالمدارات الالكترونات حول هاي المدارات هي الآلهة تدور حول هذا الثابت او المثبت، والمقدسات على اختلافها تدور في مداراتها الاخرى ايضا، كلها تدور حول هذا الثابت. وخارج هذا المدار هذا النواة والمدار يوجد العالم الواقعي او الواقع الحقيقي. ممكن واحد يرسم صورة توضح هاي المسألة. وهذا المدار العالم الخارجي عالم مرفوض، يعني عالم مرعب شرير ولا وغير جدير بالثقة، ولازم ولابد أن لا يسمح له بأي طريقة باختراق هذا الرحم وتدميره. وهذا طلب شيء أول، ظهور فكرة الطقوس الدينية ومختلف أنواع الأساطير، وبهدف التوسل أو الشكر للآلهة الجديدة أو لعن الآلهة السيئة والتخلص من شرها، سواء بطريقة تقديم القرابين أو ما ذلك. ثانيا، ظهور الجماعة الدينية وما يتطلبه ذلك من قوانين تعبر عن السلطة الدينية القاهرة على الجميع. هذا التكتيك البشري، هاي الحالتين، هو يعتبر بطريقة أخرى عملية تطورية، وراح يعني راح أسوي حلقة خاصة عن الأصول التطورية للنزعات الدينية. وهذا التكتيك طبعا أثبت نجاحه بالمناسبة، يعني ما كان فاشل، الدين مفيد في كل الأحوال كان، يعني ما كان الدين مضر وإلا ما بقى لهذه اللحظة، لهذا استمر بيننا بالحضور يعني كما قلت. أما من فشل في يعني في هذا التكتيك في ايجاد التكتيك المناسب للتطور، فهؤلاء ما عاد لهم وجود، يعني ما اصلا قرروا، وحتى ما نقدر نعرف سبب فشلهم وشنو الطريقه اللي استعملوها. بالنتيجه المتدين العنيف ليس بالضروره هو المؤمن بالدين، انما هو كل متعصب لفكره ما، وهو من يرفض الخروج عن مدار هذا الدين او عالم التثبيت الذي تعود عليه. ولابد أن نأتي بطريقة أخرى، أن إحنا كائنات مدارية ما تحب تسير بطريقة مستقيمة ولا حتى حلزونية، دائما نسير، نفضل أن نسير بطرق مغلقة، ما مو مهم شكل هذا الطريق، المهم مغلق، مسار بيضوي أو دائري، مسار ديجيتال أو أنالوج، يعني مو مشكلة بالنسبة، المهم أننا دائما نفضل أن نسير في مسار مغلق، لأنه هذا المسار مريح، وممكن حتى نتوقع كل المفاجآت بسلفا. المفاجآت تأتي دائما من خارج المدار المغلق، والدين يوفر لنا هذا المدار المغلق. حتى أكو أيضا مرسي الياد العود الأبد، هي نفس الفكرة، لكن أنا دا أقدمها بطريقة مختلفة، هو يربطها بقضايا أسطورية وفوق
فوق الواقع وفوق خارج يعني يربط القضايا الإلهية، لا هي قضايا بشرية ما لها علاقة، وهذا أيضا إلى حلقة راح أقدم لها. مثلا المهم هذا انه انا اختار هذا المسار المغلق، وقلت انه نتوقع به كل المفاجآت طبعا، مثلا ونتوقع ايضا كل ردود الافعال يعني كلها محسوبه. مثلا ولد طفل عندنا قلنا مبروك، مات اخر قلنا يرحمه الله، يعني كل شيء عندنا له عبارته جاهزه، والى يعني كل شيء نضعه في خانته، هذا ولاد، هذا زواج، هذا فريضه، هذا كذا، هذا طريق، هذا صح، هذا خطا، كل شيء عندنا قاموس ديني يقدم لك قاموس من الافعال وردود الافعال كلها محسوبه، فانت تجي تتعود عليها سنه سنتين ثلاثه اربعه، تصير عندك كل شيء محلول، حياتك مرتبه بالكامل، يعني ما عندك اي هذا يسبب ازعاج لاي واحد. ليش احنا الدين يصير عنيف؟ لانه واحد بس شويه يطلع من من المفردات القاموس اللي يتعلم عليه راح يصير مشكله، لانه يرتبك ما يعرف شو يسوي، ما يعرف شو يصرف بها. فهذا موضوع حتى اوضح اكثر، اقول بانه فكره القطيع بالتالي الدينية هي ما زالت مش تشتغل داخلنا ومتشتغل في واقعنا، لكن بقت تحت اسماء مختلفة. يعني الدين هو ما راح يشتغل، راح يتحول ويصير باشكال جديدة. يعني الان الشكل الحالي والرأي العام مثلا هو شكل من اشكال الدين، الجماهير، العشق الرياضة، الجماهير المتعصبة للفرق الرياضية، الشعوب، هذا عندما كلمة شعب، نقدس الوطن، هاي كلها اشياء لها علاقة بالدين ما زالت. يعني الدين ما انتهى، موجود يتغلغل، لانه جزء من الطبيعة البشرية، بس التسمية تختلف. البعض يقول الدين اساسي، لا هو حاله حال البقيه، هي قضيه اساسيه بالحياه. لهذا السبب اقول الدين هو ان المجتمع هو ظاهر الدين، وليس ان الدين هو ظاهر اجتماعي كما يقول دوركايم. هذا اللي يخليني يعني هذا السؤال راح يحل لنا كثير من المشاكل. انا اقول ان الفرق بهذه الاديان الجديده او الاسماء الراي العام والكذا، هاي انهم فرق مو مقدسه، شعاراتها ويرفعون غير متقدسه، وان كانت تتخذ يعني طبيعه مقدسه بشكل او باخر. بالتالي ما زالت انا اقول ما زالت شعوبنا بالشعوب العالم باكمله الشعوب مستعبده، ولازم ان نعي جميعا بان الدين ما لم يقدم شيئا مفيدا واحدا للانسان العربي او المسلم، ولا شيء واحد قدم مفيد للانسان العربي، واتحدى من يثبت العكس. بقاء هذا الدين حاليا معتمد فقط على شيء واحد فقط، هو عدم وجود منافس، وهذا اللي يحرص على فعله دائما رجال الدين في كل مكان. فإنها كلها نشاهد المبالغ الهائلة يصرفوها على الفضائيات وحملات الإعلامية، وتشوف إنه موجودين في كل شارع وكل زقاق مساجدهم، وهم ويمنعون أي فرصة لأي وجود أي ثقافة أو وعي منافس، دائما تلقاهم موجودين، حي يأثرون على السياسيين يبتزونهم وهكذا، فهم حاكمين الآمرين الناهين. لازم نتعلم كيف نمنع تحول الأفكار إلى أيديولوجيات متكلسة. يعني هناك مبدأ في أوروبا ذكرني، يقول اسمه ما نسيته من بالي، انه لازم انه الاجهزه كل الاجهزه تراقب بعضها، يعني بعضها البعض، حتى ما يستحوذ جهاز على اخر، اي ان كل شيء ممكن، لكن الشرط الاول ان الجميع يتقبلون النقد، وان في مكاشفه مفتوحه امام الراي العام، وان للجميع الحق في عدم تقبل الاوامر من فوق حتى يحصل الاجماع، مو الاجماع بالدين. بالتالي تشوفون اوروبا شيء تطورت، لانه خاصه بالقرن هذا الحالي أو الخمسين سنة الماضية تطورت كثيرا، ما عاد الإيمان بالله مصدر الإجماع، يبدو بهذا يبدو كأن الله غادر أوروبا، هاجر من عندها من أوروبا وإجانا إحنا للعرب، يعني يبدو 50 سنة يبدو هاجر من هناك وطاح علينا، وبالتالي يعني بسبب رجال وصار بعهدة رجال الدين، والنتيجة شنو اللي صار؟ أن الله يعني هاجر من بلاد الكفار، إنه يعني وكانت النتيجة إن هربت الناس من نار آي الله اللي اشتعلت ببلداننا، وهاجرت بالملايين الى اوروبا طمعا بالامن والامان. يعني وين ما يروح الله الناس تنهزم. المهم والسؤال هو وين، اين العله؟ العله انا اقول مو بالله، في الله يعني جل جلاله، بل في اديانها المستبده. يعني الله يبقى مهما يكون محفوظ بالقلوب، والى الى 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 يعني الى عمق الروح الكبير داخلنا، فما نقدر يعني انهيار الدين. بالتالي انا اقول انه مجتمعاتنا صار يعني امر انا اعتبره واضح. يعني فهو انا اعتبر ايضا كل ما ازداد قوه وسلطان كل ما اتضحت عيوبه، وهذا اللي جاي يصير حاليا، بدليل الان كشفت كل اوراق الدين ولم يعد هناك ما يستطيعون معالجته، لانه هو اصلا ما يقدر يتعالج، هو متكلس، ما يعني ما يقدرون، هو اخطبوط منتشر في كل مكان، فاذا واحد منهم وعى على الموضوع السيقان الاخرى الاخطبوط لا ستفضحه او تحتج عليه، يعني فهو يعني شبكه هائله من،
يعني اما التحجز طبعا اكو تحجز، حتى لا نقول انه الموضوع منتهي، لا اقول اكو تحجز بانه هنا انه تطبيق عدم عدم تطبيق الدين صاحب الدين، وهذا كلام فارغ طبعا. اللي عنده مشروع اخذ فرصته بالكامل، ومن فشل فهو يعني فشل ادواته، مو فشله هو لوحده، ادواته هي فاشله. يعني الدين يعني كما اقول مو حبه دواء، يعني حبايه تبلعها وكبسوله تبلعها وراح نحل كل المشاكل. هذا كلام ساذج، ويعني ممكن ينطري على السذج ويعني والاغبياء. وهؤلاء هم اللي يمنعون تطورنا، تطور مجتمعاتنا، ويحرصون على بقاء الجهل والتخلف، ويأبثون بالتالي مصير الملايين، لان هم يعرفون ان التنمير اقصر وصفه لانهاء دورهم وتدمير مصالحهم. يعني من جهه اخرى الغرب ايضا يواصل دعم التطرف الديني، فهو يعرف طبعا اكثر من غيره كم يعني تنطوي الاديان على استعداد على استعداد لارتكاب اشنع الجرائم في اي وقت، بس هو دائما حريص على تسويق بضاعته طبعا، ويحرص على فتح اسواق مال واستهلاك بيناتنا، والتنوير بالتالي اذا اتيحت له الفرصه لدينا فراح تصنع مجتمعات ناجحه يعني منافسه له، وهذا مو صحيح بالتاكيد. بس يبدو هذا الحال ما راح يستمر، ويبدو ايضا ان الغرب انتبه ان هاي اللعبه راح يعني راح ترجع عليه بشكل سلبي. لكن كما قلت انه من حلقه العنوان الحلقه السابقه كان هو حول انه الغرب بدا يراجع وانه قرر انهاء الاسلام السياسي، لكن مو بدعم الليبراليين من امثالنا، المساكين من امثالنا والعلمانيين، لا بالتعاون مع السلطات القمعيه نفسها ورجال الدين نفسهم. يعني هم راح يغيرون العمليه من الداخل وبهدوء، وهذا معناه انه الدين ما زال شيء انساني وليس بثابت، وكل الدعاءات ودعايات للحفاظ على القطيع وطاعة القطيع. وحتى لو افترضنا مع هذا انه الدين انتهى دوره، وهو فعلا انتهى دوره، الدين موجود هو اديان سياسيه ما له علاقه بالاديان القديمه، الاديان القديمه انتهت. فبالتالي انا اقول ايضا راح يضطرون الناس لابتكار اديان جديده، بس مو بمعنى الدين القديم، يعني بمعنى التثبيت اللي انا تحدثت عنه بالبدايه، عن انه الانسان بحاجه لتثبيت شيء يعني يعتبره ينسب اليه الاشياء بعد ذلك، ويعتبره مرجعيه او ريفرنس اليه للمقارنه والمقابله والتضاد بينه وبين العالم، وحتى بينه وبين جسده يعني ايضا. ان الناس راح تبتكر دين بطريقه او باخرى لانها توفر ما لا يوفره اي اتجاه اخر. الدين هو يمنح معنى للحياه، معنى يستحق العمل وفقه والنقاش حوله ايضا، بل وحتى الخلاف، هي واحده من اسباب استمرار الدين انه دائما يمنح معنى، وهذا المعنى ايضا موضوع نقاش، وهي عمليه دائريه الى ما لا نهايه، وهاي هي بدون الميزه الاخيره للدين، واعني يعني الخلاف الحاد واحده من ابرز مميزاته. شكرا جزيلا، واتمنى اكون قدمت لكم ماده جيده، ويا ريت اعرف اكثر فكره لاقت استحسانكم او اعتراض. مع السلامه.